نروح ل بطوله الجمهوريه لشباب العاب القوى تحت 18 سنه. فريق العاب القوى بالنادي الاهلي حقق لقب بطوله الجمهوريه للناشئين والناشئات تحت 18 سنه في البطوله. البطوله اتلعبت من منذ ايام على صاله المركز الاولمبي بالمعادي. الاهلي احتل المركز الاول في منافسات الشباب بمجموع 248 نقطه، ولو رحنا لمنافسات الانسات هلاقيهم حققوا 269 نقطه. الاهلي عنده قطاع مميز جدا جدا في العاب القوى سواء على الصعيد الناشئين والشباب او الفريق الكبير. كاميرا الابطال كانت موجوده في البطوله، عملنا التقرير اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم تاني. البطولة دلوقتي بيشترك فيها حوالي 800 لاعب ولاعبة بيمثلين حوالي 50 نادي وهيئة. المنافسة طبعا على أشدها، ويحظى يعني النادي الأهلي بأنه فاز ببطولة الـ20 والـ23 وهو صاحب الدرع في البطولات اللي فاتت. النادي الأهلي على مدار الدورة بتاعتنا هو صاحب الإنجاز، وأنه هو حاصد بطولات الدرع وبطولات الكاس. نسبة مشاركة عالية جدا، نسبة أبطاله محققين أرقام مصرية في 110 حواجز. الكابتن تامر الرفاعي مدرب النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر عامل لنا جيل بنين وبنات، جيل محترم يشرفنا طبعا، يشرف مصر ويشرف النادي الأهلي. النادي الأهلي مميز جدا في ألعاب القوى وفي الرمي بصفة خاصة، الحمد لله أول ثالث في دفع الجول تحت 18 سنة. أصعب لحظة هي كورونا، وبعد توجيهات كابتن ياسر داود مدير الفني بتاعنا اللي رقم واحد عند النادي الأهلي، ما فيش حد يكسبك، أنت اللعيبة بتاعتك رقم واحد في مصر وفي العالم وفي أفريقيا. احنا استعدنا من شهر 8 لحد دلوقتي، كنا بنعمل فترة إعداد وبنتقل في الحديد وكده عشان نقدر بنظبط تكنيك وكده. طبعا الكابتن محمد نجيب قال لي قعد يشجع فيا كتير، وهو اللي رفع من مستوايا شويه في الرمي، بس يعني انا ما كنتش جاهزه قوي يعني، بس الحمد لله يعني ان شاء الله المره الجايه تتعوض. احنا قعدنا تقريبا بعد ما فتره الكورونا دي خلصت نزلنا على طول تاهيلات، وكابتن بصراحه تعب معانا جامد جدا، فاشكره جدا كابتن ياسر. عندنا لسه في بطوله ثانيه بتاع كاس مصر لسه بنشتغل عليها يعني، ان شاء الله وربنا يكرم. هو الماتش كان جامد جدا، وفي منافسين اقوياء واقوى مني طبعا، انا اصلا تحت 16 سنه بس بلعب تحت 18، وده انجاز ليا كبير، وانا بلعب مركب بس بلعب زنا معاه كانه مسابقه تانية وكده. هو الحمد لله هو الاداء كان كويس، بس زنا ما ساعدتناش لان زنا ابتديت علينا النهارده بسبب الشمس، بسبب ان الهجوم كان زياده النهارده على الزنا، ويعني ان شاء الله ان شاء الله الجايه احسن ان شاء الله. شايف ان يعني ده توفيق ربنا طبعا، ده كل حاجه توفيق ربنا، والحمد لله على اللي حصل النهارده. هو بس يعني كان في شويه مشاكل حصلت، زي ان كانت الشمس احنا قعدنا كتير قوي، كان في ناس قابلنا بتنط، سخنا بدري، الشمس كانت قويه قوي، وزنا كمان طريت، بس الحمد لله يعني. بالنسبه لي في المية الايفنت العادي لوحدي كانت في التصفيه كانت يعني قريبين من بعض، لكن في النهائي برضو كنا بعاد سنه، بدا اللعيبه بدات تريح شويه في التتابع. احنا عشان كنا نازلين في تصفيه ما فيهاش فرق جامده شويه، فالحمد لله كنا كاسبين بفرق يعني الحمد لله. ده اليوم الاول لبطوله الجمهوريه 18 سنه، ودي من المراحل المهمه ان احنا كاتحاد بنهتم بيها، ان احنا مكونين منتخب تحت 18 سنه بنستعد بيه للاحداث القادمه ان شاء الله للبطولات الدوليه. واول يوم احنا لسه التصفيات شغاله، الفتره المسائيه ان شاء الله هيبقى فيها النهائيات. ان شاء الله عندنا عناصر كويسه في الزانه، منتظرين ارقام النهارده. 2 لعيبه ممتازين جدا، في لاعب كريم من النادي الاهلي وفي بلال من المعادي، ودول من الناشئين الواعدين ان شاء الله منتظرين منهم ارقام كويسه. عندنا في المركب بنت من النادي الاولمبي ملك، برضو في السباعي النادي الاهلي اللي برضه زاخر بالعديد من اللاعبين في الرمي وفي الحواجز. الحمد لله هي دي سمه متوارثه بقى، احنا النهارده باستمرار بندور على التفوق، ان احنا بناخد المركز الاول، بعد كده بنحقق
نحطم ارقامنا عشان نعلق عن عن هذا الترتيب، بحيث يعني بنحاول نوصل لمستوى التأهلية، حتى مستوى اسف المرحله السنيه سواء كانت 18 او 20 سنه اللي هي تؤهلهم لمشاركه بطولات العالم او افريقيا او مش عربيه، افريقيا وعالم. فمعظم المدربين فعلا الهدف بتاعهم عشان يخلي اللاعب عنده الهدف باستمرار متحرك للامام، بيدعمه وبيقويه ان احنا لا مش عايزين البطوله الجمهوريه، انا عايز باستمرار اوصل للتاهيل لبطوله العالم. فلذلك اللعيبه والمدربين عندهم هذا الحماس، وده الحمد لله اللي بيخلينا متفوقين على كل الانديه الحمد لله. الحمد لله على كل حاجة، احنا شغالين في موسم جامد جدا، بنحاول بقدر الامكان. هدفنا من الاول كان رقم بس، طبعا بنحاول بقدر الامكان، ولكن انا لما بجري كده بجري لسبب واحد، في لوجو محطوط على قلبي هنا، اللوجو ده هو اللي بيجابيني، شعار النادي الاهلي، اعظم حاجة في الكون. طبعا انت بتلعب في النادي هو رقم واحد، فطبيعي انه يطلعك رقم واحد. ربنا كرمني ان شاء الله بفضل مدربي طبعا وربنا سبحانه وتعالى، ومدربي كابتن مدحت طبعا ليه الفضل الكبير عليا، والحمد لله يعني بتدرب كويس وكده، ونفسي اطلع بطولات عالم وكده، وان شاء الله ربنا يكرم، والفتره الجايه ان شاء الله هتبقى احسن. هو طبعا احساس ما بتوصفش يعني، هو احساس النجاح او الفرحه بتاعت التسابق ده حاجه كويسه جدا، بلس اساسا ان الرقم جديد، رقم قياسي جديد في المية، انا بلعب 100 متر في المية وفي المية 400 تتابع. فالحمد لله النهارده يوم مليء بكسر الارقام يعني. ما بيني وما بين الكابتن علاقه اللي هو شدي جيبي اخرك في البطوله، وزي ما تيجي تيجي، خلاص انت عملت اللي عليكي. طبعا بتعب عشان المرحله دي، كسر رقم مصر طبعا مش سهل، بس ان شاء الله منافسة كبيرة طبعا مع بطل النادي الاهلي برضو، وما حلفوش الحظ عمر ووقع، وكان هيبقى منافسة قوية يعني. الحمد لله اول حاجة بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكابتن تامر رفاعي هو اللي خلانا نحقق الرقم كويس. كنا عارفين ان هو هيبقى صعب، لاننا كلنا كنا بنتمرن وكلنا اتصابنا، فاحنا ما كناش عارفين ان احنا هننزل الا هيتعمل يعني. بس فبدأنا يعني نتمرن شوية، وبعد كده في التمرين كان بيبان، بس هو فعلا كان سباق صعب ما بين بتوع الأهلي بالذات. زي ما شفتوا حضراتكم في التقرير، يعني لاعب الجري وهو طالع من الملعب بينهج وتعبان، بيقول لك أنا اللوجو اللي على التيشيرت ده لوجو أو تقيل، وأنا عارف إني لازم أكون رقم واحد. الحقيقه النادي الاهلي بيقدم خدمه كبيره جدا للمنتخبات القوميه باعداد اللاعبين بالشكل ده، بالكواليتي دي، بالروح ده، والنادي الاهلي ده دوره بالرغم ان الالعاب دي يعني ما فيش دخل، يعني ما بتجيبش دخل، ولكن النادي الاهلي ما بيتاخرش ابدا دعم اللاعبين دول، وفي الاخر بيبقى مصر هي المستفيد.